جيروم باول هذا الأسبوع. للمزيد عن الأداء الخاص بالأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي كبير استراتيجي الأسواق في Think Markets محمد زيدان. أهلا بك معنا أستاذ زيدان. ما الذي قد يقوله جيروم باول هذا الأسبوع، وهل من الممكن أن يغير نبرته السابقة التي أكدت على عدم رفع أسعار الفائدة؟ نعم، أول حاجة احنا شايفين ان هيكون الفدرال الأمريكي بنظرة توسعية لحد ما، البيانات الاقتصادية تظهر ضعف، الأسواق عندها أريحية ان تشوف الفدرال الأمريكي عنده صبر أكتر ولا يقوم برفع الفايدة. نتوقع ان هو جون باول هيأكد على فكرة ان هو ممكن يرفع الفايدة مرة واحدة بدل مرتين ما كانوا متوقعين، وطبعا هيتطرق لموضوع الميزانية وهيعلن، ممكن نتوقع ان هو يعلن انهاء موضوع تخفيض الميزانية في الى اخر العام الحالي. فبالتالي يعني باول هيوافق توقعات الاسواق، وكمان هنشوف هو هيركز على ايه، لان احنا عندنا برضو برغم ان الارقام الاقتصاديه الامريكيه شفنا فيها بعض الضعف في الفتره الاخيره، ولكن ما زالت النظره الايجابيه بشكل عام موجوده. فشفنا ارتفاع معدلات نمو الاجور بعلى وتيره ليها منذ الازمه الماليه، بالرغم ان توقعات التضخم في الاسواق اقل من متوسط تاريخي بتاعها. فبالتالي في تضارب في بعض البيانات، هنشوف باول هيقول ايه. اتوقع باول هيلتزم ان هو يدعم الاسواق، لان الاسواق تحتاج الى بعض الاستدامه في تحركاتها، البيانات الاقتصاديه او النشاط الاقتصادي محتاج عليه تعافى الى حد ما. فتوقع باول هو هيستمر في سياسته الحاليه عشان يؤكد على الاتجاهات ديت، واتوقع ان الاسواق تحتفل بموضوع دوت. وشفنا مؤشرات داو جونز بدات تتجاوز مقاومه مهمه عند 25800 وعند اعلى مستوياتها فيما يقارب الخمس شهور، واتوقع انها تستمر في هذه الارتفاعات على أجل قصير. ونقطة أخرى مهمة أيضا خلال اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع هي التوقعات الخاصة بأعضاء لجنة السياسة النقدية أو أعضاء الفيدرالي حول أسعار الفائدة، يعني ما مدى إجماعهم على عدم الرفع أو مدى إجماعهم على رفع الفائدة هذه السنة؟ كيف ستكون برأيكم آراء وتصريحات الأعضاء؟ نعم، الدوت بلانز اتوقع انها هتنخفض شويه، الاعضاء الفدرالي هيجاروا باول وهيكونوا شايفين ان رفع فايده واحد حتى الوقت الحالي هو مناسب بدل رفعين، وانخفاض وتيره رفع الفايده في العام المقبل دوت هو المسيطر على لهجه حتى اعضاء الفدرالي في اي تصريحات سابقه ليهم. ده اعتقد هو ده المسيطر، ان هو هيخفضوا توقعاتهم بخصوص رفع الفايده العام الحالي او العام المقبل. في بعض الاعضاء قالوا ان هو ممكن الاقتصاد الامريكي لا يتحمل رفع فايده حتى مرة واحدة في العام الحالي، ولكن أتوقع أن الأغلبية ستؤيد هذه الفكرة. زي ما قلت، ما زال ارتفاع وتيرة نمو الأجور تسيطر على يعني هتؤدي إلى ارتفاع التضخم، ما زال سوق العمل إيجابي، ما زال معدلات النمو الاقتصاد بشكل عام إيجابي، فده اللي يخليهم يلتزموا برفع بدل رفعين، هو ده اللي شايفينه. ولكن لو هنشوفها مقارنة بما سبق، لا، يعتبر نظرة توسعية، يعتبر خفض توقعات بالنسبة لهم وبالنسبة للأسواق. بالنسبة لملف البريكزيت، البرلمان البريطاني حسب التصريحات لا يرغب بالذهاب إلى جلسة تصويت ثالثة على الاتفاق إن لم يحمل تغييرات وتعديلات عن الخطة السابقة، فهل الوقت يسمح لتعديلات جديدة؟ وما هي الانعكاسات ربما لتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ شوف، احنا عامة قد مستنيين نشوف الخميس الجاي مناقشات تريزا ماي مع الاتحاد الاوروبي هتقول الى ايه. اول حاجه هناخد موافقه على موضوع تمديد، ده ننتظر تمديد موعد البريكزيت. اتوقع ان ممكن يكون في تغيير، تريزا ماي هتحاول تلعب لعبه سياسيه انها تضغط على البرلمان ان هم يوافقوا بالخطه الحاليه. شوفي، تمديد قصير ده شيء يعتبر ايجابي، ازاحه فكره الخروج الفوضوي ده شيء ايجابي، ولكن التمديد الطويل هو اللي نراه ممكن يكون سلبيا، لان دوت هيؤثر على نفسية المستهلكين والمستثمرين بشكل عام، فده اللي يكون ليه تبعيات سلبية على الاقتصاد البريطاني. أنا شايف إن على فكرة إن تريزا ماي قد تستطيع إنها تضغط على البرلمان في تمرير خططها، أو على الأقل نشوف تصويت آخر أو استفتاء آخر بخروج فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. السيناريو الأسوأ بالنسبة لنا دلوقتي هو تمديد طويل اللي مش تمديد قصير، وده الذي لا ترغب حيث هناك أيضا موعد الانتخابات الأوروبية.
طبعا ده في شهر مايو، واعتقد ان بريطانيا هيكون ليها دور، ولكن زي ما قلت هو الفكره كلها ما نقدرش نبني توقعات متوسطه الاجل في ظل فوضى البريكزيت بشكل عام. بريكزيت تغيرات كثيره، بس من اي سيناريو هو السيناريو احنا نرى تمديد قصير ونرى لحد ما امكانيه تريزا ماي في الضغط على البرلمان. اذا لم يكن ذلك فاي سيناريو اخر هنعتبره سيناريو سيء والاسواق هتتصرف بناء عليه. شكرا جزيلا على وجودك معنا من دبي، كبير استراتيجي الأسواق في Think Markets محمد زيدان، شكرا لك. وفي أخبار أخرى، أطلقت شركة ليفت الأمريكية لخدمات النقل المنافس الرئيسي لمجموعة أوبر العملاقة في الولايات المتحدة خطة مسار دخولها إلى البورصة بهدف جمع ملياري دولار. وأعلنت الشركة في بيان إطلاق